باهم، بفكركم طبعا بسؤال حلقه على صفحات السوشيال ميديا، وانا بيتهيألي انه الاقبال هيكون تاريخي. احنا اللي هنتعب شويتين في يعني ان احنا نلخص وجهات نظر جمهور الاهلي في اختيار افضل ثلاث لاعبين، ومتاكد الحقيقه انه المره دي في لعيبه كتيره جدا يعني هتتظلم، لكن الحقيقه كلهم امبارح كانوا نجوم. الشناوي، بدر، ايمن، معلول، اكرم، السوليه وجمال السوليه، ديانج العالمي الحقيقه، ديانج كل موسم عن التاني في حته تانيه خالص. الاسيست بتاع السوليه طبعا احنا بنتكلم على رابونا عالميه ما بيعملهاش غير لعيبه من العيار التقيل، وطبعا شريف اللي بروزها. يعني طبعا اسيست السوليه ده لو ما كانش اترجم في النهايه لهدف بقدم محمد شريف كانت يمكن ما بنتش حلاوه اللعبه ولا جمالها. لكن الكره دي انا بعتقد وكتير من الناس مش هتختلف معايا، واحده من افضل الاسيستات اتلعبت في الكره المصريه وفي الدوري المصري على مدار تاريخه. حط بصمه امبارح، سجل اسمه بعلامه من ذهب السوليه وشريف في كره من اروع اللعبات اللي اتعملت. يعني كتير من المقارنات النهارده محطوطه على السوشيال ميديا، والناس ابتدت تفكر وتعمل جوجل سيرش على معنى الرابونه. اللعبه اللي اتلعبت دي اسمها الرابونه، ودي رابونه عمرو السوليه اللي سجل منها محمد شريف واحد من اجمل اهداف الاهلي في مباراه امبارح. ما اقدرش انسى هدف ديانج الرابع، لانه الحقيقه بشوف الولد يعني وصل لمرحله ربنا يحفظ نجومنا كلها. الحقيقه امبارح قدموا واحده من اجمل الماتشات. طيب